امرأة من أهل الإمارات جاءت للحج وأنهت أعمال الحج وبقي طواف الوداع فنزل معها دم، فذهبت لبلدها ثم تبين لها أن الدم النازل دم استحاضة، فماذا عليها؟ إذا كان الدم اللي عليها دم استحاضة وليس دم حيض وسافرت بدون وداع كن عليها فدية، كن عليها فدية تذبحها في مكة، إما أن إذا ذهبت تذبحها وتوزعها على الفقراء أو توكل واحد يذبحها في مكة ويوزعها. نعم.